خضر. ايه امي؟ شو اللي عم بيصير؟ شو عم يصير؟ من زمان الدنيا كانت عم تدور هيك، وهلا صارت هيك. شبك، هي الدنيا كلها يومين عم ينعادوا، يوم عم تدور بهالاتجاه ويوم بالاتجاه الثاني. يا أختي شو بدنا نعمل؟ أوف منك عمر، كيف بدي أقول بدنا نروح بعجقة اللي صاير؟ يا أولاد أنتوا عندكن عم واحد، مو لازم تقوموا وتقولوا له أهلا وسهلا وتضموه وتقولوا له اشتقنا لك؟ عمي حبيبي تعي. أهلا وسهلا. ولك أهلين بالحلوة، اشتقت لك. كيفك أولاد؟ منيح عمي منيح. انتو اولاد اخي الوحيدين، بتعرفوا انه مالكن تالت قلب اصلا مو ابن اخوك؟ يا ولد هذا بعتبره مثل اخي. ليك عمي بدك تحكي لنا القصة كيف ماتت اوزلام، ولا رح نسمعها ناقصة من حدا تاني؟ خلونا هلأ ما نحكي عن الموت، ولا تسمعوا هالشي من اي حدا. بس هلأ انا حابب حاكيكن عن الولادة. يلا عدوا لشوف. يلا أنا شو حكيت؟ أنتو ما في أغلى منكن على قلبي، وأنت كمان ما في أغلى منك على قلبنا. على هالحالة ما بيخلصوا ولاد أخوك. لك يا بنت ليش عم تسمعيني حكي من أول ما وصلت؟ آه؟ أنا ما عم سمعك حكي ولا شي، بس مو قدرانة حكي بابا بعد اللي صار، بس مشان ما انفجر. لا تنفجري، أوعك تنفجري يا فستقة. طيب ماشي، بعرف أنه عم تمروا بأوقات صعبة والحق معكن. ليك عمي نحن قلنا له انه يبعت هديك المرة هي وابنها برا البلد، ليش ما عم يبعتها؟ لك لسه مبارح ولد روقه، لازم يمضي شوية وقت حتى تصير هاي الخطوة. عمر انا صار لازم روح وشوف الطفل حسب الاصول. قلت حسب الاصول، بدي روح حسب الاصول. بس لازم تعرفوا شيء، أنا ما عندي إلا أولاد أخ اثنين، ورح ضل طول العمر عم لأولاد أخي الاثنين. أنتوا بس فهمتوا؟ لا قلب أصلاً ولا حتى غيره. ماشي إذا أجوا لعندي وطلبوا مني شيء أو سألوني بعمل يلي بيطلع بإيدي، بس أكيد مو كعم. يعني بدك تروح تشوفه؟ كل الناس رح تروحوا، أنا لازم روح. لا تاخذوا موقف غلط لهذا السبب، لا تعملوا شيء ممكن يزعل أبوكن. ستي كمان حتروح؟ لك قديش عمرها هاي المرة؟ ستكن ما عندها حيلة تروح تشوف حدا، صح؟ دخيله تعا يلا. مرت عمي إذا بتسمحي لي أنا رايحة. عادي دقيقتين بس، في كلام بدي اقول لك اياه. قولي تفضلي. ايه انت رح تفهمي علي هلا. خيريه ما بدها اسراء معنا. ليش ما بدها اياها؟ لانه عايشين بوسط، بنت اونال كابلان انقتلت فيه، وانت بنت موظف مزبوط. شو الك شغل بهذا الوسط؟ فكرت انك ما بتحبيني ومو رضياني. ليش انت شو عملتي لي حتى ما احبك او ما ارضى فيكي؟ انا فكرت انك شايفتيني مو مناسبه لابنك. اذا فكرتك هيك هذا موضوع تاني. بدي تاخدي الياس على جنب وتقولي له اذا ما تخليت عن هالعيشه هاي اللي كلها مشاكل فراح يقتلوني انا كمان. أخي بدك تقول شيء؟
مثل شو مثلا؟ يعني أي شيء. منيح. أمي لو تسمحي لنا بدنا نمشي، لسه بدي وصل إسراء على آيدن. على آيدن ما؟ إذا بقيت على نفس الحالة معروف المكان يلي رح توصلها عليه. يعني لمكان بنت كبلان. شو هالحكي هاد أمي؟ إذا مو عاجبك ما تسمع. ماشي أمي، يلا عن إذنك لكان. تصبحوا على خير. صاير مع قلب أصلاً؟ خبرك خضر؟ ما قال لي، بس يعني من الواضح إنه في شيء سيء صاير. رايحين ننام ايه؟ الله يعطيكي راحة البال امي. اعطيني اياها انت، الله دايما مريحني. لو كانت عندي كنت اعطيتك اياها. انت حابب تحكي لي شي خضر؟ عن شو بدي احكي يا مريم؟ طاولة كلياتها قتلة ومجرمين، وابن أخي أخذ مكان أونال اللي انقتلت بنته وتعين كنائب لإله من دون ما يستشيرني ومن دون ما يسألني، رغم أنه بيعرف أنه هالشي غلط. بدك هيك لك؟ بعد ما طلعنا من هنيك الياس مسك خواني ابن أخوه فورا وصار يهدده وقال له بدي موتك ولك. وقلب أصلان ما قصر، رد على الياس وقال له بدل ما تتشاطر وتخنقني إلي روح ولاقي اللي قتلوا لأبي واخنقهم وقتلهم كمان، ولا تخلي منهم حدا. بدك هيك احكي لك؟ لساته عم يتوجع؟ بعرف عم يتوجع، وأنا كمان حكيت له هالشي للياس، قلت له عم يتوجع الولد، الكل بيتوجع وعنده شي، بس أنا شو في عندي يا مريم؟ أنا شو في عندي؟ أنت؟ في عندك، عندك كتير محبين وفي ناس غاليين عليك وبتحبهم وعيلة كبيرة بتحبك
وعندك قوة ما ممكن تتخلى عنها. وعندك حبيبتك العظيمة. إذا شفتيها اعملي اللي بدك إياه فيها. صحيح شو قالت لك أمك وقت نمت عندها؟ قالت إني قذر. عملت حالك نايم. شو بعمل؟ شفتها عم تحكي قصة فعملت حالي نايم وعم أشخر. عن جد إنك قذر. لوين؟ بدي روح لعند الولاد. مريم، ليش عم تعامليني بهالأسلوب؟ أنا كتير فكرت بهالشي وما لقيت عندي سبب تاني غير حبي الكبير إلك. بعدين خطر على بالي شغلة، أنا كمان ارتكبت أخطاء. أنت شخص ما فيك تتخلى عن ارتكاب الأخطاء. إيه. إذا عم عاملك منيح فهذا الشيء بعتبره إنه تكفير عن أخطائي. أنا بعتبر إنه تمن، يعني بتمنى تكون هيك. إذا كان هيك فمن بكرة رح أعمل الكل منيح. أعملها مرة ليوم واحد بس، عامل الكل طريقة منيحة ولطيفة، وما بعرف إذا الله رح يغفر لك، بس أنا مسامحتك. إلياس، قولي لي إسراء. أنا بدي أقول لك شي، بس إذا صرخت بدي أزعل. ما رح صرخ حياتي، قولي. أنا قعدت ببيت أوزلام، أبوها ولا يوم عاملني بشكل سيء، بالعكس اهتم فيني كتير، وأنا حابة أكون معه بيوم حزنه باعتباري كنت أقرب صديقة لإله. يا حياتي، هذا الرجال ما بيفكر مثلنا إنه هذا الشيء مهم. أنا ما عم ناقشك كيف بيفكر الرجال، بس عم بحكيك بخصوص واجبي ومسؤوليتي تجاه المرحومة أوزلام. أحياناً منروح على أماكن ما منحب نروح عليها، مزبوط؟ إيه طبعاً لازم تروحي تعزيه. أصلاً هذا الشيء اللي بيليق بخطيبتي. مبين عليك من صفنتك انك مو عازم لنفطر. بدي اتخذ قرار اخي. انا بحاجة لرأيكم ودعمكم كمان اذا بتوافقوا. خير شو في معلم؟
أنا بعرف شو الموضوع. باليوم اللي تصاب فيه أبي كنت حابب أقتل كل العالم، بس بعدين فكرت وشفت إني غلطان، ولهيك ما بديك تاخد قرار غلط. أنا برأيي تشاركنا القرار اللي أخدته. ليك أنا بدي أقول لك شغلة، يلي أنت رح تقوله هون أكيد رح يضل هون، سواء نحن وافقنا أو ما وافقنا. أنا بقدر إني أوثق وأمن فيكم مو؟ طيب رح أحكي. السيد أونال كابلان قعدني على الكرسي تبعه، لأنه رغبتي أنا ورغبته كتير بيشبهوا بعض. الانتقام. الانتقام عمره ما ريح أي حدا، وبتمنى أنك تعرف هذا الشيء منيح. أنا خطتي أكبر من الانتقام يا فخري. إذا كان عندك خطة فهاد ما اسمه انتقام، خاصة بعد ما قعدت مكان السيد أونال. أخ فخري، أنت راح تكون مسؤول عن العلاقات مع الدولة والمخابرات. ريها راح تكون مسؤول عن الشارع، راح تحميه لو اضطريت تستخدم السلاح. وقت اللي أنا أطلب منك تقتل حدا لازم تكون ضد مجهول، ما بدنا نكون متهمين. ألبير، أنت بدك تسمع الطير الطاير إذا غرت، بدك تحفظه قبل المافيا وأجهزة الدولة وتخبرني فيه. بس أنت شو قصدك؟ ليش بس نحن بهذا الموضوع؟ في خلافات بينك وبين الرئيس خضر أو الياس؟ ما في أي خلاف بأي شكل من الأشكال. عمي خضر هو اللي بيكون زعيم هدول الناس على الطاولة، ما بيقدر يعاديهم. بس أنا بقدر إذا صار شيء. الموجودين على الطاولة ما بيخوفوني. يعني ما رح ننتقم من السيبيري؟ ما بدنا نقتله ونسكر هالصفحة؟ أها، رح ننتقم بس بالوقت المناسب. قتل السيبيري ما رح يكون موضوع سهل ولا بوقت قريب كمان، ولما رح ننجح بهذا الشيء رح تكون الحرب أقرب بكتير من الأول. ما فهمت، شرحنا الخطة أكتر. اسمعوا رح أشرح لكم. وقت اجتمعت أنا والسيد نوزت هون قال لي القوة اللي ما بتوقف الدولة وراها وبتدعمها بتكون وهم ومو مخباية عن العالم وما فيها تكبر. أنا شفت هالكلام كتير كبير بحقنا، نحن في عنا قوة. قلت له الدولة واقفة ورانا شي؟ قال لي ايه، وكمان قال لي لو ما كنت أنا وراكم ما كنتوا قدرتوا تبيعوا سلاح حتى لو كان لعبة. ها أخي، نحن رح نأمن بنوزت وكل الدولة والمخابرات ورانا دائما، وأنا رح استغل رغبة أونال كابلان بالانتقام وأتواصل مع كل الدول التانية اللي عم تقدر تدير كل هذا العالم. كل هذا الشيء اللي عملته مشان يجي يوم وتدير أنت فيه الطاولة؟ أنا مراكد أبدا ورا زعامة الطاولة. عمي خضر يلي عم يدير الطاولة، رح ابقى ورا اللي طلبوا تأسيس هالطاولة وزعمائها. ايه طبعا، اذا قدرنا نبقى عايشين لننجح بهالشي. اكيد رح تخبر السيد نوزت بكلامك هاد مو هيك؟ اكيد رح خبره. منيح، طالما ما عم تخون عمك وتعمل شي من وراه كل اللي باقي ما بيهمني ابدا. واذا بتفكر انك تخون عمك
وقتها رح أوصك. وأنا بقوس. ألبير، كل شي بيعمله فخري أنا جاهز أعمل مثله. شكراً لكم. معناتها لازم تعرفوا إذا صار بيوم من الأيام وخنت ثقة عيلتي اقتلوني، بس ما لازم يكون عندهم علم بهالشي بالسر، لأني ما بدي إياهم أبداً ينقذوا أو يزعلوا مني. عن جد الواحد بيخاف انه يحضنه مشان ما يأذيه على قد ما هو صغير. ما نزلته عن حضنك يا صوص، اعطينا يا شوي بقى. لا تتدخل بالصوص يا صهر، شو دخلك؟ وانا عم بستنى ولدي يا ريس، بدي جرب. مدام، باينه وكأنه انت ما ولدتي ابدا، كأنك بس رحتي وجبتي هالولد من عند شي حدا. شكرا كتير لإلك، بس انا ما رحت واخدته من حدا. هاد زوجة لمبجل نازلي. ايه بعرف بعرف، ومبجل مشكورة لأنه اجت وجابت معها هدايا، ما قصرت. ما في منا، مو لأنه مرتي بس. لا عم تقول لأنه مرتك. يسلموا. قول. هي إنسانة حنونة. تفضل. شكرا. وكمان قريبة من القلب، يعني كتير سادة. يلا هلا اشرب. انت قصدك على لسانها ما؟ ايه صح، لسانها صليت ريس. قديش حلو هالشي، منيح اجيتوا. انتو كتير فرحتوني، اول مرة بحسوا كأنه عندي عائلة كبيرة. اهلا وسهلا الياس. يا رام بعدي هيك عن طريقي. وينو حبيبنا يونس؟ لساته سمكة سردين، بس بكرة بيصير حوت. على مهلك. يقبرني أنا، يقبرني. ريس خضر كتير بيشبهوا لأبي ما هيك؟ طبعا، أنت بتتذكره أكتر مني لأنه أبي ولد على إيدك. لا لا، بيشبه نازلي كتير، ما بيشبه حدا فينا بنوب. أهلين الياس. أهلين فيكي، ألف مبروك. تسلم ياران. جيبي الشراب للياس. ما بقي عنا شراب. لا اساسا انا ما بحب المشروبات يلي طعمها مثل السكر. خدي شوي شوي يا روحي. بس فوت بس. اقعد الياس، بس ما تكون مريض سكري ومخبي عنا. خلي سر بيناتنا يا صهر، لا تقول لحدا. ايه شوفوا لمين عم يقول. ليش هاد بيقدر يخبي سر جوا بطنه يا الياس؟ رئيس، بما أنه أنت مبسوط لهي الدرجة هلأ، أنا فكرت بهدية ليونس. حصان مو؟ لا لا مو حصان، مهر. عن جد مهر؟ يعني وقت يونس يبلش بالمشي المهر تبعنا بيكون جاهز للنسبة. هالنوع أمه أصيلة بس مو أقصل منك أنت. صهر؟ نعم. تاخدني على سباقات الخيل؟ طبعا، بس بعد ما الرئيس يوافق. ليش ما يوافق؟ يا صهر. نعم. اعمل معروف، روح علق هاي على السرير. طيب. مرت اخي، اذا تعبتي انا بقدر احمله عنك. تفضل. يلا تعال. طالما حبيتوا لهالدرجة تعالوا مع نسوانكم مرة كل يومين، ومنه بترتاح البنت شوي. بقدر جيب مبجل وبمرق كل يوم. بنبسط كتير، يا ريت لو تجوا دائما. أمي.
يا صوص دير بالك، هذا اللي بإيدك مو قنب لكرمال الله وعك ترميه. عادي بيكون جعمه أكتر. خليته يبكي، هاته من إيدك هاته. ظاهر أنه أنتوا جعتوا كمان، تعالوا لطعميكم بهدل مرتبة. مسكي من إيدي هاتو. أوه تعال تعال يا روحي تعال تعال. زيك هاي خاطر. مع السلامة. أوزر رح يجي على المعرض؟ ايه رح يجي. شو قال وهبي؟ رئيس المقابلة اليوم المساء. رئيس؟ إذا جهزت لكم قنابل بتقدروا تدخلوها معكم؟ قنابل شو يا سروات؟ إذا فوتنا معنا قبرة بيكون منيح. أساساً أنا مستغرب شلون قبل السيبيري قابلنا. لا تواخذني على هالسؤال، بس ليش بدنا نقابل السيبيري؟ حتى لو دخلنا واضح إنه ما رح نقدر نعمل شيء. عندك فكرة تانية يا الياس؟ هاي الشغلة مو شغلتنا، شغلة ابن أخوك. قلت لي ابن أخوك، ابن أخي لحالي. ايه طيب اللي جوا ابن أخوه لمين؟ ابنك أنت. يعني مانو ابن أخوك؟ لا تواخذني رئيس، تعلمت دروس كبيرة من أولاد الأخ. كل واحد لحاله بتحسيه ملاك، بس وقت اللي بيجتمعوا بيصيروا شياطين. الياس حتى لما بيكون لحاله بيكون شيطان. شوفي رح انهي موضوع الياس. شوفي هي عم قلك هالشي، ضل يقول محمود عم يعمل هيك ويعمل هيك، ماشي لنعتبر كلامه صح، بس ما حدا فينا بيعرف اي نوع من البشر الياس هاد. ايه تمام مو مشكلة، بس شو صاير؟ عم يعاملني مثل الكلبة. انا هلأ رح فرجي مين هو الكلب. يسلموا لطفية. يسلموا لطفية. هاي المرة الفتانة ليش رجعت تلزق بخالتي؟ أكيد عم تخبرها عن قصص الولادة والمشفى، هذا إذا جاي لتحكي عن الولد بالأساس. بس معقول تكون عم تحكي عن قلب أصلاً؟ إذا هيك ما فيني أتوقع. هي ما بتعرف بموضوع قلب أصلاً. طيب وأنت عرفتي شي أختي؟ لا بصراحة ما عاد عندي القدرة أسأل عنه. حقك. قال الصهر إنه هو تخانق مع الياس على حسب ما فهمت. معقول يوم الجنازة؟ إيه بس زوجي كمان ما بيعرف القصة، قصدي التفاصيل. شبك عايشن؟ طيب المسا شو بتحكي أنتي والصوص؟ على أساس عنا غير موضوع هالولد شاغل بالنا هلا؟ والله وأنا كمان حامل مثلك، بس إنه منحكي بشغلات غير الولد. أمي الست أمينة اتصلت. إيه؟ سألتني أنتي شو رأيك يا أم بجال؟ قلت لها والله فكرة بتجنة، يعني بالنهاية نورتان إنسانة منعرفها ومنعرف أخلاقها. إيه وأكيد رح تعطيني بيونس كتير منيح. إيه وقلت لها أكيد الست خيرية رح تطلب تشوف الولد، نورتان بتجيبه عبيتكن والست خيرية بتجي بتشوفه عندكن، وبهي الطريقة خلاص ما عاد بصير مشاكل. إيه
ليش أمينة قالت لك هالحكي إلك وما قالته إلي مثلا؟ يا أمي، بما أنه نورتان بالسيرة ما رح تتصل فيكي كرمالة لمريم. أساسا هي قالت لي حاولي تجسي نبضة للست خيرية بس بينك وبينها، وبعدين خبريني لحتى أتصرف. فكرة معقولة، قد ما حاولت تتخلص من نورتان فهالشي لمصلحتي وبيخدمني كتير. روحي على بيت الست أمينة بشكل مستمر مبجل. كلامك مزبوط أمي، بهالحالة بيصير اثنين من ولادك بيقعدوا على طاولة التجارة وحفيد واحد. انت يلي لازم تسيطري على الطاولة بالأخير. ليش شو بده يعمل حفيدي على الطاولة؟ أونال كابلان حط قلب أصلاً نقبه على الطاولة. شو هالحكي؟ لا تقولي إني خبرتك ولا رح أنتهي. الله يخليكي، أصلاً إذا فتحت تمي أنا اللي رح أنتهي. أكيد. عملت كل اللي بقدر عليه مشان ما يصير كل هذا الشيء، بس طالما خلص صار فأنا آسف. اللي بيشوف فيني ساعدك. سيد نوزت، بتقدر تدعمني على الطاولة؟ كيف؟ عمي ناوي يروح يقابله للسيبيري. بعرف، عندي علم، بس ما فيكن تعملوا أي شيء هنيك. ايه، وأنا مو ببالي أعمل شيء هنيك هلأ، بالعكس عم فكر كيف رح أقدر أمنع الشيء اللي ممكن يصير معنا هنيك. كيف؟ هل جواب عندك يا سيد نوزت؟ مثل ما قلت، قتل السيبيري شيء مو سهل، مانو بهالبساطة، متأكد. بس إنك تخلي السيبيري عدو للروس وتخليه بلا دعم ما بظنها صعب كتير. مظبوط. كل يوم عنده سفينة بتمرق من المضيق، في منها محملة بالحبوب وفي منها مخبى جواتها سلاح. بس قلي شو اسم هاي السفينة، لوين بتجي وامتى بتوصل؟ انت امتى رح تحل عني يا اوزار؟ مره بلاقي بايدك مسدس ومره بلاقي سيف. يا ريت تقلي شو مشكلتك معي بالضبط. لا بالعكس، انا ما عندي مشكله معك. هداك اليوم فكرت عن جد صرنا رفقات. انا هيك فكرت، بس انت سحبت سيفك ونويت إنك تذبحني وتذبح أخي وقلب أصلان كمان. معك حق بموضوع الإسلاح، بس ما كنا رفقات وقتها. طيب بقصة السيف ما معكن حق كتير. معناتها سحبته على مين؟ يا على البصلان يا على السيد أونال. كيف يعني؟ لو طلب مني سيد أونال إني أقتل ابن أخوكم كنت قتلته، لأنه في اتفاق بيني وبينه من قبل، وقلب أصلان خالف الاتفاق بعد ما التقى بأزلام، والسيد أونال كان على حق. بس لو إنه حول هاي القصة لموضوع عائلي وطلب مني قتلكن إلكن، وقت رح يكون غلطان، وأنا بهالأوقات واقف بصف زعيمي، فكنت مضطر إني أقتله لسيد أونال. لك أي نوع من البشر أنت يا رجل؟ اللي بيسدوا
طيب، طالما رح نصير رفقات خلينا نحكي بصراحة. الرصاصة يلي حطيتها قدامي برجع لك إياها بطريقة من اثنين. إذا بطلت تكون إنسان صادق رح حطها براسك، وإذا صدقت بحطها براس عدوك، والقرار إلك. وقراري هو الصدق. ظبطت لقاء مع السيبيري أنا وإنت والياس، بس قليل هالشرف بعد خبر مع وهبي. طالما إنه قلب أصلان قعد مكان أونال ما عندي مشكلة مع الياس، بس جيبوا قلب أصلان معكن. برأيك روحت قلب أصلان مزبوطة؟ غلط طبعا. ما منقدر نقتل السيبيري، هو محاوط بكل هالمرافقة اللي عنده يا الياس. هو رح يعرف شو لازم يحكي إذا راح، بقصد لأنه لساته موجوع. قلي شو هدف هذا اللقاء يا رئيس خضر؟ يعني هو ربح، قتلوا بنته وخسروا مقعد بالمجلس، بهالطريقة ربح على الحرب. يعني هذا الدار مع أونال ومو لازم يأثر على تجارة المجلس. هلأ فهمت ليش طلبوا القلب أصلاً. قلنا ليش؟ هو بده يعرف مين بيتابع الدار، أونال ولا القلب أصلاً، وعلى أساسه بيبلش بالحرب. ولهذا السبب لازم قلب أصلان ما يحكي قدامه عن الانتقام، لحتى نقدر نكمل الموضوع على خير. رئيس خضر، حابب أعرف شو سبب اقتراحك لاسمي لأحضر هذا اللقاء؟ بما أنهم أكيد ما رح يدخلونا ومعنا أسلحتنا، فقلت لحالي بفوت مع سلاحي تحسباً لشي وبلا مخاطرة. فرحتيني كتير بجيتك، حسيت كأنه أوزلام طالع لتشوفك، ورح ترجع تعصبني بكلامها الغبي اللي بتقلي إياه دائماً وتضحكني. وأنا مو سهلة علي بنوم، مو حابة صدق أبدا. هي كانت بالنسبة إلي مثل أختي، لهيك عم أتخيل إنه هي لساتها عايشة معنا. أوزلام لما ماتت كنا متخانقين، متمني انسى هالشي بس ماني قدران. ما قدرت الا اني بحبها. بس هي كانت بتعرف قديش انت بتحبها. متأكدة؟ كانت تقلدك بطريقة حلوة كتير وتقول أنا كيف ما بدي حبه لهالبني آدم، صح الكل بخاف منه، بالحقيقة هن ما بيعرفوا. أبي قدام العالم مثل النمر وقدامي مثل طفل صغير. شو شقية،
هالكلمة أكتر شي كانت تقوله. أنا خسرت بنت، بس في عندي بنت تانية. إذا أنت بتوافقي أنا بتشرف كون من اليوم ورايح بمقام أبوكي. كون مبسوطة، بس ما بعتقد إنه الياس رح يجي يطلبني هون. يجي يجي، ما عطيت أزلام لحبيبة وندمان كتير على هالشي. انت رح اعطيكي للياس. شفت السيد نوزت وخبرته انه رح نلتقي مع السيبيري. ليش؟ لأني حطيت خطة. شو هي؟ قلب أصلاً بيك؟ هات أتحفنا يا رئيس. ما